يوم يمشي ورا العيال. عايز اتجوز عايز اتجوز. امشي بكرامتك في جنازة وما تمشيش خالص في جوازة. ليه تخلي واحد ملهوش عازة يقسم عليك؟ مش عايزينك كده تتوتر، كتر خيرك جديدة من عايزة اتجوز. عريسنا النهارده جاب ابن خالته معاه، عادي جدا. بس اللي مش عادي ان اي حد عندنا ما بيمضيش على شبكه ولا على مهر ولا على اي حاجه. عريسنا النهارده عمل حاجه مختلفه، تعال نشوف. ايوه يا فندم. مساء الخير يا فندم. اتفضل حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا بيك. اهلا خلي حضرتك. بس انت شكلك صغير يعني، انت بتشتغل ايه؟ يعني انا حاجه بشتغل في السياحه. تمام ما شاء الله. من فتره كبيره كمان يعني الحمد لله. السياحه حلوه بس احنا دلوقتي يعني السياحه مش شغاله. الحمد لله. انت ايه مرتبك؟ دخله كويس يعني ولا ايه؟ انا بشتغل سوبرفايزر. تمام سوبرفايزر. تمام تمام. انا اساسي بتاعي 1800 جنيه. ده اساسي 1800. ده اساسي. الاساسي غير بقى يعني غير حاجه. بس ما كلمتني حضرتك عندك مطعم او حاجه؟ انت بتشتغل على اتوبيسات اللي هي بتاعت السفر جاي كده لا انا في المطاعم يعني زي مدير صاله يعني في مطاعم وفنادق وكده. ان شاء الله الفتره الجايه دي هشتغل السيزون في بورتو سخنه. انت في المطاعم نفسها؟ مطاعم وفنادق. والسيزون الجاي في بورتو سخنه ان شاء الله. حضرتك تمام؟ انا حضرتك شغال في جوده الجلد وكده. ايه يا فندم؟ عندي ورشه. في عندي ورشه. ورشه ملابس جلديه. ملابس جلديه. جلود وكده. اهلا وسهلا شرفت. تعالي يا بسومه. بسمه بنتي الوحيده طبعا. مساء الخير. ازيك؟ 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 تمام. اهلا. معلش الاسماء تاني لاني نسيت. عمرو. محمد. محمد العريس. ده عمرو. عمرو صديق. عمرو ده يقرب لك ايه؟ ده بيخلي خالته. ما شاء الله. دخلتك؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم. حلوه الشوكولاته دي من عند مين؟ من عندنا حاجه اسمها لارين كده يعني بيبي تنعط. لارين؟ ده ايه لارين دي؟ ما سمعتش عنه قبل كده. ها؟ ده ايه ده؟ بس شكلها مش غاليه. والله غاليه. ده هو بيقول لي ان دي اقل حاجه عندي. لا مش اقل حاجه والله، بس يعني وايه الورده دي اللي قدرنا نوفقها دلوقتي في الوقت ده؟ والله ده ايه الورده؟ انتوا بتستعملوا اكتر من كده. ده مقصود ورده بلاستيك وزرع بيها. مش عارفه افتحها. يا عمرو كلمني شويه يعني الجلود شغاله اليومين دول. يعني شايف ايه يعني؟ يعني الورش دلوقتي بقت شغاله اتأثرت بحاجه ولا ايوه؟ طب ايه بقى اللي اتأثرت بيه دلوقتي؟ في صنعتنا ولا لا في صنعتك انت في ورشتك انت؟ عادي طبيعي. في الموسم كده في الشتاء الموسم بتاعنا في الصيف ده في زلزال تخزين. لا اقصد الحركه اللي حاصله اليومين دول. ما برضه لازم تأثر برضه يعني. ما تثبتش بقى ايه ده؟ حركة البيع والشراء. لازم برضو يعني تعملوا فيها ولا لكن ما بقتش زي زمان صح؟ لا لا طبعا اختلف. ايوه طبعا طبعا. الاول كان في برضو ناس من بره كده السياحه برضو كده برضو دي بتفيدنا احنا برضو في شغلنا. خلاص يا بس يا حبيبتي. في ايه؟ في ايه يا حبيبتي؟ ايه ده؟ هي طلعت ملفوفه داخليا كمان. اقعدي فكي فيها بقى. ده فيها الماس. وهتفكيها تلاقي لفه جواها. انا عارف اصل الحاجات دي. خلينا احنا في المهم يا استاذ حضرتك. فندم معناها لما اتكلمتوا مع انت هتلاقيها في الاخر نص كيلو. لا كل ما اجي احطها مش قادره. هي شكلها من بره يدي 5 كيلو، هتقعدي تفكي فيها هتطلع نص كيلو. لا ده اطباق جوه. ايوه ايوه ايوه.
حق ان شاء الله يعني. لا اله الا الله. الشوكولاته دي واخده منها منظر من بره. خلاص يا حبيبتي عشان ما تقعش مني. لا اله الا الله. الحق بص يا بابا. حبيبتي. لا يا حبيبتي عيب كده. الحق عامله ازاي؟ بص فيها ترتر. معلش يا محمد يا بنتي. سوري. بنتي انا عارف يعني بنتي عندها حب استطلاع جامد. سوري اصل انا بجد اول مره اشوف شوكولاته عامله كده يعني. ايه ده وايه ده؟ حبيبتي هي الراجل جاب ال الحق بص دول بقى. ايه يعني دول؟ في واحده طويله وفي واحده هي رسمة تقلب. طب انا بنتي قالت لي ان انتوا ساكنين في المنيل وكده. تمام. يعني انتوا ناس يعني ما شاء الله يعني. تمام. المنيل ما شاء الله منطقه راقيه يعني. تمام. انا حاج جاي. تمام. انت جايب دي منين بقى؟ لغين في المنيل برضو. برضو؟ تمام. ما شاء الله. على شارع على سعود. ايه يا فندم؟ شارع على سعود. اه اهلا وسهلا. هو في الشارع ده. لا تشرفنا الشارع الجميل جدا. ربنا يكرمك. شارع حلو حلو اللي على البحر. ايوه تمام. لا طبعا ده شارع جميل. بس الشوكولاته مش جميله خالص. خالص؟ مش ذوق المانيا. لا هو واضح انه جابها على استعجال يا حبيبتي. داخل بشوكولاته بترتر داخل لرقصه. ايه ده المنظر ده؟ وكل واحد بيبان من عنوانه يا. طب نستاذن حضرتك. لا يا فندم خليك من السرايا. لا معلش. لا تستاذن ايه؟ معلش انا اسف حضرتك. لا محمد معاك هنا. لا معلش. لا لا معلش اسمح لي اسمح لي انا بنتي بتهزر. سيبك منها سيبك منها. هي بس جريئه شويه وكلامها ناشف لكن انا يعني خليك معانا. والله انت شرفتنا ونورتنا وطبعا دي حاجه الله يخليك قيمه جدا. بقول لك ايه يا بابي تعالي. نعم. تعالي عايزك سوي. يلا تعالي انت بقى ريتك سودا. تعالى يا بابا. طب انا اسف يا محمد ثواني. غريبه انت جايب دي منين يا مش. دي 150 جنيه انت قلت لي حلوه. قلت لك قلت لك نجيب اغلى. محمد انا هي كويسه ماما شكلك شكلها مامت ماشي. طب احنا كان في ايه برضه؟ احنا على فكره مش فارقه معايا اي حاجه. هي كلامها كده؟ هي بتحب تهزر كتير. هي بتهزر كده ولا بتقول بيئه او ايه؟ انت فاهم؟ انا مش فاهم. اقول لك يا محمد امان الله انا شايف ان انا لازم اقوم امشي. انت يعني انا برضه لازم اعمل نفسنا كرمه في القعده. وانت شايف ايه؟ عادي يعني مش كده خالص. اهلا وسهلا. اهلا بيك. شرفتونا. ربنا يخليك. هو انت ليه ما اكلتوش من الشوكولاته؟ مستنيك من دي فور يو. هي شكلها حد كل منها. انتوا كلتوا منها؟ لا انا كنت. لا دي اتفتحت. انا كنت بشوفها. معلش. كان بيشوفها بشدها بس. طيب معلش هي لا الحاجه اللي اتجابت خلاص ما تتفتحش يعني ما تلعبش في حاجه. اقعدي يا بسمه يا حبيبتي اقعدي وسيبيني انا اتكلم. مش كفايه كمان سيبيني انا اتكلم. معلش خلاص خلاص يا حبيبتي ما فتحتش حاجه. خلاص يا حبيبتي. يا استاذ محمد عندك شاليه في الساحل؟ والله انا برضه بكلم حضرتك في امكانياتي. انا يعني انا بكلم حضرتك في امكانياتي. مشترك في اي كومباوند؟ لا. مالكش اي حاجه في اي كومباوند؟ طيب مفيش تايم شير ولا اي حاجه. امال عيالك لما يتولدوا هيسيفوا فين ولا يعملوا ايه؟ حضرتك انا قلت امكانياتي والله بالظبط. وجبت حضرتك عمرو بالمناسبه. عمرو عريس من 6 شهور بالظبط. محمد تعالى عايزك سوي. عمرو متجوز. محمد تعالى. طب بعد اذنك اتفضل. يلا انت عيلتك سودا. بالراحه يا بسمه يا حبيبتي بالراحه. لسه مبتدئ وكده يعني. ايه لسه مبتدئ وكده برضه حياته. هو لسه مبتدئ يا عمرو. انا معاه بس امكانياته اللي هو مبتدئ بيها ما تؤهلش لاي حاجه. اكذب عليك اقول لك يعني ده بنتي بعد بكره المفروض تسافر تايلاند. بعد بكره على طول. هي واحد صاحبها. حضرتك ربنا ربنا يزيدك. الله يخليك. انا برضه يعني بقول لك ايه هو مواصفاته ايه؟ اكذب عليك اقول لك عنده كل الحاجات اللي انت بتقولها؟ لا يبقى. بس هو واحد جاي يتقدم لوحده. انا ما تربيتش على كده. انا هو واحد جاي الصراحه جاي يتقدم لوحده. سالتني قلت لك انا عندي ورشه جواك الجلد ملابس جلد. تمام. تحتي. تمام. مش ايام فيها عاملها لنفسي. ربنا يوسع عليا يبقى مصنع بيتي كده. عامل حسابك ان انت لما بتيجي تصيف بتاخد ولادك معاك في البحر. ده
تمام. وبتاخد لهم كاوتشات جلد في الميه. تمام انا عارف ده عشان انت بتاع الجلوس. الشعب المصري ايه؟ الحياه طبيعيه. ايوه هو مش عامل حسابه في حاجه خالص. انا بكلمك حضرتك عن نفسي انا. معلش انت بتعرف تعوم اصلا؟ طبعا. ايوه ان شاء الله. يعني بتعوم غير الكاوتش الجلد الاسود؟ اه طبعا. طب انا عايز اتكلم بقى في تفاصيل الجواز واشوف هو قادر على ايه، لان انا عايز اسطر بنتي بصراحه و... تمام. لا ودي حقوقك خلاص. وعايز اخلص ب 10 غلطات تانيه لان كفايه الغلطه الاولى دي. لا دي عايزين نخلص كفايه يعني. الموضوع الاولاني ربنا ستر فيه. عارفني لما انا بتوتر هتزيه بقى كده وقوله يهدى كده عشان ايه الكلام يبقى اخده وعطى نعرف نتكلم من نقول ايه. ايه يا محمد جاهز يا ابني ولا ايه؟ هو جاهز كده. هو لسه برضو يعني بيبتدي حياته. طب بص احنا نقرا الفاتحه لان الشيطان دخل بيتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. استني احنا لسه ما اتكلمناش في التفاصيل. معلش بس فتحة خير. ماشي فتحتها. طيب مبدئيا بس يا بابا قبل الشروط وقبل اي حاجه لازم يعرف ان الرسمه هتبقى في ايدي عشان ما يحصلش زي المره اللي فاتت وتحصل مشاكل. نخلص من الليله دي ونقطعها من الاخر. لا طبعا. لا طبعا. بقول حاجة احنا يعني مالك انت ازاي ده على فكره استاذ عمرو مش عايزين نعطل الجوازه. اه لا تعطل ايه حضرتك؟ ما هو هو بيقول لا طبعا. انت بتقول في بقه لا طبعا. أنا ايوه طبعا ايوه عشان هو جايبني. سيبه يقول رايه بحريته كده. طبعا وانت من اهله وانت بابا. ايوه طبعا طبعا حيالنا صاحبي. لا انت كده انا بكلم اللي خلصنا مضبوط. انت قاعد في طريق سعادته كده ازاي حضرتك؟ معلش لا جنبك. لا يعني اقعد هنا حضرتك. تعالى يا باشا جنب عريس كده. ما تقعدش في طريق سعادته بحضرتك. اقعدي جنب عريس كده. انا مش قادره اقوم عشان ما يبقاش في حد في طريق سعادتكم. اه ده ايه المشكله اتفضل. يعني انت دلوقتي يا محمد موافق؟ لا طبعا حضرتك احنا غير كده يعني احنا ولاد بلد يعني ده صعب عندنا قوي صعب جدا الحركة اللي انت بتقوله ده. انا اسف صعب عندك انت يا عمرو ولا ايه؟ مش فاهم يا فندم. ايه ابن خالتي يا فندم؟ لا على فكره ابن خالتي ليه حق ان هو يقول كده. انا اسف جدا. لا ملوش حق. لا ليه حق طبعا. لا ليه حق. ابن خالتك ايه بس ده تلاقيه هو اللي نقى الشوكولاته دي عشان انا عارفه ذوقك مش كده. ده ذوقه يعني احنا زوقه. يعني انت هتدخل ابن خالتك في حياتك من اولها؟ مش ماشي. ما هو برضه بيتكلم لمصلحتي. انا اسف يعني انا شلته من طريق سعادتكم عايز ارجعه تاني؟ يا فندم بيتكلم لمصلحتي. عايز هو مش لو حاجه بيتكلم كلام منطقي اكيد هو مش هيضرني. لا معلش انت تفضل تلف في عشان تفضل تلف في القعده هنا شويه هنا شويه في ايه؟ المشكله لو الاثنين شاريين بعض في مشكله تبقى العصبه في ايه ده؟ ايوه طبعا جدا. ايوه طبعا جدا. لا انا اللي بكلمك تتكلم معايا مالكش دعوه بالحد. كلمها هي اهو. اقول لك ايه بقى تاني بعد كده؟ لازم اعلي صوتي؟ انت بتعلي صوتك ليه؟ ما هو انا مش فاهماك. عمال اكلمك بالراحه. هو ملوش دعوه اصلا. ما يدخلش الاثنين لنقطه ثانيه. اه بقولك ايه يا بابا؟ اه اطلع بالورق بقى. ايه؟ خليها لنا. طب ماشي هاتيها يا حبيبتي انت عشان نشوف البيانات اللي احنا دلوقتي هنجيب ورقه. تمام تمام. هنكتب فيها الشروط اللي انتوا اتفقتوا عليها دي كلها ان العصمه تبقى كده. ممكن تيجي بعد اذنك عشان مش هينفع. انا اسف. هيقعد في طريق سعادتهم تاني؟ لا يا فندم ده لازم. لا لحظه واحده بقى. اصل هو كل ما اقومهم طريق سعادتهم يقعد في طريق سعادتهم. بالنسبه لي اقسم بالله انت مجانين. احنا لازم نمشي. تستحسن ولا احنا نمشي عشان كده مش هينفع. اقسم بالله ايه ده يا عم ده؟ على فكره مش هي والله العظيم هي صغيره جدا. وبعدين ايه تلعب يعني ايه مثلا يعني اتلعب عليها قبل كده واتضحك عليها قبل كده؟ ايه الكلام ده؟ ما ينفعش يا عم غلا بينا. منزله ازاي يا عم؟ احنا لازم نمشي دلوقتي يا عمرو. يعني الكلام ده غير منطقي جدا. ايه اللي بيقولوه ده؟ عصمه ومش عصمه؟ ايه ده يا عمرو؟ انت ترضى ان احنا نبقى ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني استاذ ما نمشي. طب الناس
يا حبيبي سيبك ان احنا نمشي، احنا كده كده هنمشي، بس الكلام ده دي مش كرامتنا ودي مش سمعتنا. ايه ده يا عم؟ نفض يا عمر. مش نفض والله، حاسس ان نفض صحيح. والله ما نفض، انا اللي احنا فيه ده دلوقتي مش هينفع، اقسم بالله. احنا قلت اول ما ينزل نتكل على الله. حبيبتي خلاص، أنا مش حبيبتي اللي انت شايفاه انا موافق عليه. لا انت كلمني بجد، فاهمني؟ ما تخليش اعصابك تاني ولا انا ولا انت. حبيبتي اللي انت شايفاه انا موافق عليه. حبيبي انا، امال انا بحبك ليه؟ ماشي خلاص. امال انت بابايا ليه اللي انا اتفضل اتفضل املي شروطك وانا سامع. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت لازم تتكلم في الكلام ده، مش هينفع كده. اقسم استاذ محمد، ماشي حاضر يا دي، اكتب ورقه. هو يتكلم. طب ماشي لا انا مش موافق انا على ده يا عمرو. انت ايه يا عمرو؟ مش فاهم. انا هكتب طلباتي وانت هتمضي عليها وهو هيمضي. معاك بطاقه يا استاذ عمرو؟ مين اللي يمضي؟ استاذ عمرو معاك بطاقه؟ دخول حمام زي خروجه ولا ايه؟ ما معايا بطاقه. طيب ماشي خلاص كملي يا حبيبتي. الشبكه هيا بابا بكام؟ 100,000. ده كلام يا عم بنكتب. انا اللي هجيب، انا اللي هجيب. لا يا فندم، وانا برضه مش حضرتك مش بدله حضرتك، يعني انت حضرتك اللي تجيب. استنى يا عم، استنى يا عم. يا حبيبي انا يا عم، انت بقول لك انا اللي هجيب. انا اللي هشتري يا محمد. هو انت متعصب ليه يعني؟ انا مش فاهمه. انت الطول يا ابني، انا مش فاهمه. معلش حضرتك، لا ما ينفعش يا عمرو. الشبكه 100,000 هاي. تمام انا اللي هجيب. انت تغنى ايه كده؟ لا طبعا بقول لك انا اللي هجيب. 150,000. لا لازم يكون في اعتراض، مش هينفع كده. ده انت هتعمل دلوقتي وكده. ايه ده المؤخر بقى؟ بطاقه ايه؟ المؤخر 500,000. عشان لو فكرت انا اللي هدفع برضه. انا اللي هدفع. لا وانا ما يرضينيش برضه حضرتك تدفع. لا 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 انا بشتغل ودخلي كويس الحمد لله. انا اكتشفت كده، قلت البنت فوق كده. لا 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 خالص. لا 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 انت حضرتك انا عشان بقول 1,100 مثلا. خلي المؤخر بضمان مصنع الجلد بتاعك. حضرتك انت ها؟ هناخد البطاقه دلوقتي ونجيب لك كل البيانات. عايز افهم يعني الكلام ده بناء على ايه؟ بناء على انهم خلاص قرينا الفاتحه وهو محمد لبسمه وبسمه لمحمد. طب وكل الحاجات دي اصلا مش يعني احنا مش هنعملها. مش هتعملها؟ مش انت قعدت في طريق سعادتهم تاني؟ انا بكلمك بقى بالنيابه عنه وبالنيابه عن اي. اقومك من طريق. لا انا عمري. لا 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 استنى بس. هو مش موافق على كده. انت مالك انت اصلا؟ انت بتتكلم ليه؟ انا بكلمك. لا انا اللي بكلمك هنا برضه تاني. انا بكلمك. كلم بس. لا انا هكلم حضرتك بعدين. انا بكلمك. لا انا هو ايه اللي بيحصل؟ انت قاعد في بيتنا. طب شوفها. طيب لا ما ينفعش والله، والله كده الاسلوب مش ينفع. الشقه على فكره واضح ممكن، بس حضرتك يعني مش خد بقى في حدود 500,000. اديهم الورقه يا بس. انت فاهم؟ اتفضل يا استاذ عمرو. انت توقيع. انت فاهم هم مسهلين كل ده عشان انا بس. استاذ عمرو اتفضل. والضامن في مش همضي على حاجه حضرتك. نعم. لا بص انا مش جايبها بقى كده. لا مش بمزاجك. مش تبدأ على حاجه؟ يلا يا بابا. ايه ده؟ يلا يا بابا اتفضل. يلا ما عندناش وقت نخلص. يلا يا استاذ عمرو عشان ناكل شوكولاته ونفرح. يلا كلنا اتفضل. مش من جوازها مش هينفع كده يا بسمه. لو سمحتي انا معيش بطاقه. سيبينا ندير الحوار. هات بس الورده معلش عشان وقعت مني. امضي بالفورم يا استاذ عمرو واكتب تحتيها صاحب مصنع جلود. يلا. طب هو ايه مصنع الجلود؟ اللي دخل مصنع جلود في اتفاق في الكلام؟ هتمضي ولا ايه؟ خلصنا. لا مش همضي. انا بكلمك انت. ما انا همضي. انا كلمتك انت. طيب حضرتك محتاج ايه مثلا عشان بس اخلص انا؟ عشان كده امضي والاستاذ عمرو يمضي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله. انت قافل الباب صح؟ حاجه تاني؟ امضي يا استاذ عمرو. همضي على ايه طيب؟ امضي يا فندم. مش همضي على الحاجه دي طبعا. امضي يا فندم ما توقفش في طريق سعادتهم ارجوك. يلا يلا انا اتصل بالمأذون يجي دلوقتي ومعاه 2 شهود وهخلص الدنيا دي كلها عشان مسافر بكره الصبح. خلينا ما عنديش وقت. مأذون وهو ياخد التوأم من ليلادي وبكره الصبح يجي ياخد مراته. يلا اتفضل. يلا امضي بقى خلصنا. اتفضل. مش هينفع كده. فالح بس تتكلم امضي بقى. لا مش همضي طبعا. امال ايه؟ كلام بس. الوصول بتاعت ربنا. بقول لك ايه يا بابا؟ اجيب لك الطبنجه من فوق. ماشي يا حبيبتي. امضي بقى. يلا يا استاذ عمرو. طب هنمشي يا حضرتك. ايه؟ هنمشي حضرتك. تمشوا فين؟ الباب مقفول. عايز تمشي امشي. يعني وريني اذا خرجت مني هنا ورينا هتخرج من الكلاب. لا يا عمرو مش هينفع. انت بقول لك هجيب طبنجه. مش قلت همشي؟ امشي. يعني هو حضرتك الجواز يعني ازاي؟ يا فندم مش بالعافيه. اتفضل امشي. قوم حضرتك امشي. انا هقول لك ايه اكتر من كده؟ ما مشيتش ليه؟
هديك بالكلام مع حضرتك. انت مش قد كلمتك؟ ايوه قد. امشي. طب يلا يا طيب وانا امشي وراك. يلا اتفضل. بس ما تزعلش من اللي هيحصل. اول ما تخرج من الباب هتلاقي القناصة جابوه. خد يا عم. اقعد يا عم. ايوه اقعد كده. اقعد يا عم. كده احسن. انت كده عاقل وبدات تفكر. طب احنا مش خلينا بقى نهدى ونفكر صح وامضي يا استاذ. طب عشان انا اصلا تاجر سلاح وخبيت عليك. اتفضل. امضي. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. خلاص يا بسومة يا حبيبتي بلاش الطبنجة. لا هاتي شربات يا بسومة. هاتي شربات يا بوسي. خلاص بصنع الجلوب بقى بتاعنا. خلاص خلاص خلاص. الله يبارك يا رب. يعني يلا يا حبيبي انتوا اطلعوا بره. ايه؟ اطلعوا بره. انت بتبص لي كده ليه يا حبيبي؟ يلا يا حبيبتي اطلعوا بره ما عنديش بنات للجواز. مع السلامة. الورقة دي احنا عايزينها يا عمرو مش هينفع. ماشي خلاص. لا 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 مش هينفع. يلا حبيبي يلا. لا مش هينفع. يلا يا بابا. لا والله ما ينفع. يلا بتاع يلا حبيبي. مع السلامة. شكرا. مع السلامة. يلا حبيبي. الورقة يلا. يلا يا بابا. ولو عندكم مصانع تانية هنمضيكوا عليها برضو احنا قاعدين كده. ازاي يا عمرو؟ يلا يا بابا. يلا يا حبيبي. يلا يا بابا بالسلامة. طب وعارفين بعد كده تيجوا تتجوزوا مين؟ هو فاكر ايه يعني؟ عايزين طب عايزين هنا ده خلاص. يلا يا حبيبي. يلا يا بابا يلا يلا بالسلامة. امشي. حضرتك ما ينفعش تعدي المصنع يا بابا. امشي. لا لا ازاي مش هنمشي؟ انا هاخد الورقة بعد اذنك. لا انا هاخد الورقة. ورقة ايه؟ امشي. مبروك علينا المصنع يا بابا. الله يبارك فيك يا حبي. امشي. يلا خلاص يا عم. في خمس دقايق تختفي خالص. هات كده الورقة بعد اذنك. تعالى يا عمرو مش هينفع يا عمرو. انا هعد لغاية 10 لو ما مشيتوش هطلع التمانجة واضربك. اهي يا حبيبي. اهي. يلا واحد. اهي يا بابا. اتنين. ثلاثة. ما فيش هو اصلا. أربعة. خمسة. انا اخد الورقة مش هينفع اقسم بالله كده. ايه يا عمرو؟ سبعة. تعالى بس انا ثمانية. بعد اذنك هات الورقة اللي انت مضيت عليها. تسعة. تسعة ونص. لا استنى حضرتك. 10 ولا ربع. استنى يا بابا. 10 ولا خمسة. استنى. اتفضل اقعد. بعد اذنك الراجل اللي بيحصل ده صح. اتفضل ارتاح. يا عم الحاج احنا اتضحك علينا. اتفضل ارتاح. احنا اتضحك علينا. اقسم بالله اتضحك علينا. اتفضل يا استاذ. تعالى طيب تعالى. اقعد الورقة بعد اذنك. اقعد. انت عايز الورقة؟ اقعد يا استاذ عمرو. تعالى بس. اتفضل اقعد يا استاذ عمرو. هنتفاوض على حاجه. تعالى. طيب اه ماشي ماشي. تعالى اقعد جنبي. تعالى اقعد جنبي. هقول لك بس حاجه. تعالى. ايه هتفهمك بس؟ مش عارف. بص بقى بغض النظر عن الورق اللي اتكتبت دي هتكتب لي انت ايه بقى مع المصنع؟ انت متجوز. وايه المشكله؟ عادي. الشرع محل الاربعه. اه طبعا. اربعه. انت خلاص مفيش منك امل. ها؟ انت عايز تتجوز؟ لا ليه؟ ده انت في برنامج عايز اتجوز. انت مجمع طيب ولا ايه؟ انت لسه مش فاهم. انت مجمع ولا تعال تعال اقعد بقى. تعال اقعد بقى. اديهم الورق يا طاوب. خد الورق. خد الورق. اقعد يا عم. اقعد يا عم. اقعد. قطع الورق يا عم. احنا مضيناكم على حاجه ولا نورتونا وشرفتونا. شكرا. واسفين لو ازعجناك او حاجه. لا والله. وهنبص للكاميرا هنا ونكون موافقين على الاذاعه. طبعا طبعا. يلا. ايوه. موافق؟ ها؟ طبعا ان شاء الله.